ايه حكاية الفيديو وايه القصة وايه الحكاية؟ الفيديو اللي قلب مصر كلها واتعاطفت الناس كلها وخلى اهل القرية نفسهم ان هم يتجمعوا ويطلعوا جري على المكان اللي ظهر في الفيديو علشان ينقذوا البنت اللي ظهرت امبارح واغضبت كل الشعب المصري. طيب في البداية كده الفيديو زي ما هو باين قدام حضراتكم، لكن هنقول لكم ايه هي القصة وايه هي التفاصيل علشان تبقى انت واقف على الاحداث والملابسات بتاعت الفيديو، وهنقول لحضرتك لو انت شفت واقعة قدامك زي دي تتصرف ازاي، وان انت فعلا لازم يبقى فيه تدخل سريع. واحنا بنشكر من هنا وزارة الداخلية المتمثلة تحديدا في مركز منية النصر اللي على الفور راحت وقبضت على الجاني او اللي عمل في البنت دي كده وعلى كل اسرته. هو حاول الهرب لكن تم القاء القبض عليه وجاري الان التحقيقات، لكن البنت نفسها عملت مفاجاه وتشوفها وتسمعها معانا في اخر الحلقه دي. البنت دي اسمها بوسينه من محافظه الوادي الجديد. ايه اللي وداها مركز منيه النصر في محافظه الدقهليه؟ البنت دي كان عمرها 17 سنه العام الماضي، والبنت دي تزوجت من احمد ابن قريه كفر الجنينه التابع لمركز منيه النصر من محافظه الدقهليه. ناس كتير واسئله كتير دارت حوالين الفيديو ده من امبارح لحد النهارده، وعايزه تعرف ايه التفاصيل وايه اللي الناس وصلت له لحد دلوقتي. بوسينه عمرها الان 18 سنه ومتجوزه بقالها سنه او اكتر من سنه من احمد. احمد اللي سبق له الزواج قبل منها مرتين، واللي بشهود عيال من القريه وناس كتير جدا كتبت في الكومنتات وعلى صفحات كتير جدا وعلى مواقع كتيره جدا ان هو الاثنين اللي اتطلقوا منه كانوا بنفس الطريقه اللي هو عملها في بوسينه اللي معانا النهارده. بوسينه ديت اخت لسبع اشقاء بنات، والدها راجل بسيط جدا، احمد شافها في محافظه الوادي الجديد كان له شغل هناك او كان هناك، فشاف بوسينه فحب ان هو يتزوجها وكلم والدها وبالفعل تم الزواج. تم الزواج احمد عمره اكتر من 33 سنه زي ما ذكر بعض الناس وبعض شهود العيال. طبعا احمد بيتعدى على بوسينه بطريقه فظيعه الشكل زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم في الصوره كده، يعني لاعب في وشها البخت زي ما احنا بنقول كمصريين، ومبهدل البنت. بدل ما ياخد البنت يعالجها او بدل ما ان هو يبقى رحيم بيها او يكتفي بذلك او ان هو يشوف هو عامل كده ليه او هو يفهمها بالراحه، او امه او ابوه او اهله او اسرته لازم كانوا يتدخلوا لما يشوفوا ابنهم بيعمل كده في البنت، لا بدل ما يعمل كده خد البنت وطلعها على السطح بتاع البيت وربط البنت. طيب في ناس كتير كتبت في الكومنتات الراجل اللي صورها ده ما اتدخلش على طول ليه؟ او ان هو ما عملش على طول ليه؟ طبعا قال لك احمد هيعمل معايا مشاكل وهيبقى فيه حوار كبير جدا، حبيت ان انا استنجد بالناس كلها علشان اهل القريه واهل البلد، وان الشرطه فعلا لازم تحضر علشان تخلص بوسينه من ايده. ده كل التفاصيل وكل الاحداث اللي دارت خلال الفيديو، وزي ما حضراتكم ظاهر قدامكم كده ان هو كان مقيدها وطبعا وشها بايظ زي ما انتم شايفين. لكن المفاجأة النهاردة اللي عملتها بوسينة، طبعا الشرطة لما راحت كان هو حل زوجته أو حل بوسينة ونزلها تحت معاه في الشقة علشان إن هو يبان إن الأمر طبيعي، لكن كان خلاص الفيديو اتوثق واتنشر عبر كل المواقع على التواصل الاجتماعي. بوسينة النهاردة طفلة عندها 18 سنة، مش هنقدر نقول إن إنها طفلة، وطبعا هي كانت عايشة في حياة صعبة وشايفة إن هي لها ستة أو سبعة أشقاء تانيين وإن والدها مفيش ظروف ومفيش خالص، يعني والدها لما كان بيوصل عندها علشان يروح يزور بنته كل خلال كام شهر 3 4 شهور عبال ما بيروح لبنته زيارة، وطبعا وهو راجع ما بيبقاش معاه ثمن المواصلات فبياخدها من زوج بنته او من بنته علشان يقدر ان هو يرد الوادي الجديد، لان طبعا حضراتكم عارفين ان ديت في اخر حدود مصر، طبعا مسافة كبيرة جدا والسفر ده بيكلف فلوس كتير، يعني ممكن بيكلفه ومعهوش ثمن المواصلات او ثمن الزيارة اللي هو يقدر يقدمها لبنته. بوسينه النهارده امام الشرطه قالت لا انا ما بتهمش زوجي باي حد او ما بتهمش زوجي باي حاجه او ان انا هو ما ربطنيش وما عملنيش، حاولت ان هي تلم الموضوع وتتنازل علشان طبعا ان هي تبرئه امام الشرطه وامام الجهات الحكوميه. طيب لحد دلوقتي كده احنا لسه ده ان كل الاحداث اللي حصلت بخصوص الفيديو اللي فعلا قلب مصر كلها. انت حضرتك ممكن تبقى شايف ان بوسينه فعلا لها حق كبير، وده انا متضامن فيه، حقوق المراه لازم تتدخل، طبعا لازم ياخد عقاب، حتى لو بوسينه هنا ان هي اتنازلت له فبوسينه طبعا مضطريه ان هي تتنازل، يمكن علشان ظروف والدتها او علشان انها ما تبقاش تزوجت من سنه واتطلقت،
لكن احنا هنا الحادثه ديت او الواقعه ديت يعني الحمد لله ان ربنا نجاها، واحنا بنشكر فعلا رجال المباحث في مدينه النصر زي ما بنشكر فعلا اهل كفر الجنينه اللي الناس اتفاجئت بالبنت، لان ناس كتير جدا ما تعرفهاش. هو كان متزوج قبل كده مرتين، ولما راح الوادي الجديد الناس بتقول احنا اتفاجئنا ان عنده خلاص، قال ان انا اتزوجت، انما محدش يعرف لسه الزوجه بتاعته من اهل القريه او من بيئه المحيطه بيه، خلاف الاهل طبعا عارفينها وكل الاقارب او كل الجيران المحيطين مباشر بيه هم اللي عارفين قصتها وهم اللي عارفين طبعا ظروفها وعارفين ان هو تزوج منها. لحد هنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، لكن حضرتك لو شفت أي حاجة سلبية زي دي بتحصل مع جارتك مع بنتك مع حد في الشارع، لازم توثق الواقعة نفسها ولازم يبقى في تدخل سريع، ولازم حضرتك تبلغ الجهات المعنية والجهات الشرطية. وسيب لنا في الكومنتات قول لنا ليه بوسينة تكون عملت كده أو اتنزلت، طبعا علشان العيشه بتاعتها او علشان هي تستمر في الحياه الزوجيه وما تاخدش لقب مطلقه بعد سنه، وخصوصا ان هي كانت متزوجه من زواج القاصرات، يعني هي بتتزوج اصلا بوسينه كان عندها 17 سنه. فانت تخيل حضرتك ان انت بترمي بنتك مهما تكون ظروفك، سيب بنتك عندك لكن ما ترميهاش رميه زي ديت علشان يكون ده المصير بتاعها. يمكن بوسينه ربنا سالها الاقدار ان في حد من سطح مرتفع عن السطح اللي هي مربوطه عليه قدر ان هو يصور الفيديو ده وقدر ان هو ينشر الفيديو ده ويبعته لبعض الصفحات، وبعض الصفحات فعلا عملت. واحنا بنشكر ايضا كل الناس اللي بتعمل مشاركات على الفيديوهات اللي زي ديت، لازم تكون ايجابي. لما حضرتك تشوف فيديو زي ده او تشوف واقعه زي ديت لازم حضرتك تتفاعل معاها بلايك بشير بمشاركه، تقدر تعمل اي حاجه علشان تكون سبب في انقاذها. يعني بوسينة لو مفيش مشاركات ومفيش حاجات كتير امبارح وكان في تفاعل كبير جدا مع الفيديو بتاعها مع الصفحات اللي هي اول صفحات اللي نشرت الفيديو ده، ما كانتش هتقدر ان هي تبقى بوسينة حد يتدخل بسرعه وينقذها. كان ممكن بوسينة اصلا من الحراره المرتفعه ومن الشمس لانها متعرضه للشمس زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم كده ان هي في الشمس طوال النهار، كانت ممكن ان هي يغمى عليها او يحصل لها اي حاجه او تفارق الحياه. ولو كان ما حصلش اي حاجه تانية او اي تدخل سريع وبعدين ان احمد او زوجها ده فكها ونزلها بعد يوم او بعد ساعات ونزلها تحت، كان هيكرر نفس المساله دي تاني مره واثنين وثلاثه، وكان ممكن مره من ضمن المرات او من ضمن الوقائع دي تكون النهايه بتاعه بوسينة. فاحنا بنناشد حضراتكم لازم نكون ايجابيين. اي موقف زي ده او انت عارف ان في اي حد طفل مراه اي حد بيتعرض لتعذيب او بيتعرض لاي حاجه لازم تكون ايجابي، قوم على طول بالطلب النجده، والنجده طبعا هيجي لك رقمها 122 على مستوى الجمهوريه، هيبقى في تدخل سريع. روح لحد اسم الشرطه بسرعه وبلغ، واي حد موجود من المباحث في قلب الاسم ده هيتحرك معاك على الفور. خليك ايجابي، خليك سبب في اسعاد حد ممكن ان هو يفضل على قيد الحياه، ودي واقعه فعلا ماساويه، ولازم يكون في رادع لاحمد حتى بعد تنازل الزوجه، يعني حتى بعد تنازل بوسينة ديت لازم احمد ياخد عقاب علشان يكون رادع. لان احمد لو مشى وخلاص كده والعمليه خلاص ان هي اتنازلت واحمد ما شافش، يعني احنا كمصريين زي ما بنقول من امن العقاب اساء الادب. طبعا احمد هو النهارده لو راح لحد المركز وطلع هو واسرته واهله وخد مراته وروح، هيبقى الموضوع بالنسبه له برضه اكن شيء لم يكن، وهيبقى هو امن العقاب بتاعه. حبينا ان احنا نوصل الرساله ونوضح الفيديو اللي فعلا قلب مصر كلها امبارح ومصر كلها والناس كلها تعاطفت معاه، وعايزين نقول مليون شكر تاني لاهل كفر الجنينه ان الناس لمت نفسها ولمت بعضها ووصلت فعلا عند البيت قبل الشرطه. اول ما شافوا الفيديو الناس اللي كانت مستغربه دي فين، لكن من خلال احداثيات الفيديو وظهور البيت والبيوت المجاوره قدروا فعلا ان هم يحددوا المكان وراحوا لهم بسرعه. طبعا احنا بنتمنى السلامه لبوسينة ولاهلها، وبنقول ان ديت رساله لوالدها ان انت خلي زواج بنتك ديت يخليك تراجع نفسك 1000 مره في زواج السبع بنات اللي هم لسه في رقبتك، لان ربنا هيحاسبك عليهم، انت مش بتتخلص منهم علشان ظروفك. انت بنتك لو فضلت في حضنك ان شاء الله تفضل 30 سنه 50 سنه 100 سنه ان شاء الله تفضل من غير زواج، اهون لها واكرم لها، وده اللي ربنا وصانا بيه واللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه واللي شرعنا امرنا بيه. وفي النهايه تحيات لحضراتكم.